دونك حبيباتي بالنسبه للعنوان ديال القيصريه الزموري درب غلف كيف ما كتشوفوا هذا هو شارع عبد المؤمن البنات. شو هذا هو شارع عبد المؤمن. الا هبطتي على يدك اليسرى فكتهبطي للمدينه، ولا طلعتي الفوق فكتطلعي الانوال. فالقيصريه جات الوسطى البنات كيف ما كتشوفوا، راه هي محطه الترام كليه الطب، راه هي كاينه تماك. وها القيصريه ديال درب غلف البنات، انا غادي نوريها لكم. حدانا واحد استوديو كيف كيقولوا ليه اومني كولور ديال التصوير، فقيصريه الزموري ها هي. انا غادي ندخل، هذا هو الباب ديال قيصريه الزموري. انتما البنات انا غادي دقه دقه. هانتوما مرحبا بكم عند الخياطه اللي بغات تخيط شي حاجه، ها هي. هانتوما شفتوا، هانتوما البنات انا غادا هكا غادا غادا، فغادي نوريكم فين كنتواجد. هانتوما البنات انا حدا هاد المبيخره، فين تشوفوا هاد المبيخره فانا حداه. هانتوما البنات ها هو المحل، هو هذا، وغادي نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم حبيباتي متتبعاتي ومحبي قناتكم ضحى غاني، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيف العاده حلنا هذا دائما الجديد وما ادراك ما الجديد. اليوم البنات غادي نوريكم شيبشيبات في بلوغوا في الكري كراميل وفي الغوج بوردو، وكاينين اكيد مع لي زيسبادري اللي كيبقاو ثمن واحد 180 درهم. اختاري بلا ما تحتاري عن ضحى غاني، وغادي نخليكم باش تستمتعوا معايا بحلقة اليوم، واكيد فرجة ممتعة. كيف ما كتشوفوا كاين هذا الصباط هذا ديال الدان اللي سبق ليا وريتو ليكم، كيبقى 100 درهم البنات، والسميتو راه كونفورطابل شي حاجه زوينه بزاف بزاف البنات، وعلى حسابي وعلى ضمانتي. الطالون ديالو ماشي مودر بالنسبه للناس اللي كيبغيو يلبسوا الطالون. كاين هاد اللون هذا، هانتوما غادي نوريكم الطالون ديالو باش اكيد تقتنعوا. طالون ميني طالون هكا وتبقى مريح. وبالنسبه للناس اللي كيلبسوا 41، الا خديتي 40 في هذا غادي يجي قدك. هانتوما يعني الساك كيبقى 100 درهم والصباط كيبقى 100 درهم. غندوزو فيه لو نوار ديال الدان، هانتوما كيف ما كتشوفوا كيبقى 100 درهم، والساك اكيد تا هو 100 درهم. وفيه حتى البوردو دان، شوفوا لي البوردو دان خطير هائل في اللبسه، كيبان فن روعه. شوفوا البنات يعني سبيبطاش هائلين من 36 حتى 40، فمرحبا بكم كاملين البنات. هانتوما وكاينين هاد لي بابوش هادو اللي الالوان ديالهم راقيه ذات جماليه ذات اناقه وشياكه. شوفوا البنات الالوان كيفاش دايره، بلو غوا مع غوج بوردو شي حاجه واعره بزاف. وكاين لو غري ترابي كيف ما كتشوفوا، هانتوما هادو دايرين 100 درهم البنات. شو يعني كاين الوان غير خصنا نعرفوا كيفاش نلعبوا بها، وخصنا نعرفوا كيفاش نلبزوها. شفتوا 100 درهم. دابا غادي ننتقلوا لهادو. هادو البنات كيف ما كتشوفوا كيبقاو حتى هما 100 درهم، الوان خطيره بزاف بزاف والوان راقيه. شفتوا فنين وهائلين، والثمن راه جد مناسب 100 درهم، ثمن تشجيعي لكل سيده ولكل فتاه كتبغي تعشق، مثلا تعشق البلغه الانيقه العصريه، فمرحبا بك عند ضحى غاني. اجي عندي بلا ما تحتاري حتى لعندي واختاري. هانتوما البنات شفتوا 100 درهم بالنسبه لهاد لي زيست خاص البنات، راه كيبقاو هما ما كيتحيدوش وما كيطيروش البنات. شفتوا غزالين بزاف بزاف البنات وهائلين. ودابا غادي ننتقلوا للسبادري. كيف ما كتشوفوا كاينين هاد لي زيسبادري، غادي نوريهم لكم ثمن واحد البنات، دايرين 180 درهم. شوفوا البنات اللون الاحمر كيف لاعب، هانتوما شفتوا شي حاجه فنه وغزاله هائله. كاينه هذيك اللي ملي كتلبس بحال التقشيره فنه، وكاينه هذه حتى هي شفتوا واعره البنات، كدير 180 درهم. فها هي هادي اللي كتبقى هائله بزاف. هانتوما البنات شوفوا لي الالوان، الصفر هو اللي خارج عاوتاني هذا العام، خارج بحله جديده وبالوان راقيه كيف ما كتشوفوا. هادي البنات من 36 حتى ل 40. اما السميله خلاص ما نهضروش عليها البنات، شي حاجه واو توب خطيره بزاف بزاف، فمرحبا بكم عندي
وكيتلبسوا مع دي سيرفيت واعرين هادو كيجيو البنات. مشيت للمعارف وشفت واحد السيرفيت خطيره في هذا اللون صفر لون واغ عشي، ان شاء الله غادي ناخذها باش نوريكم كيفاش كتجي اللبسه. دونك هذه كتبقى 180 درهم، انتقلوا لهذه فحتى هي كتبقى 180 درهم، يعني كل سبرديله وكتمتاز بالجماليه ديالها البنات. شفتوا خطيره بزاف بزاف، 180 درهم البنات. اوكي، وفيها حتى لون واغ ديالها، هانتوما البنات هانتي يا لالا لبسي بالصحه والراحه. شفتوا الجوده والاتقان بارخص الاثمان مع ضحى غاني، بلا ما تحتاري اجي عندي واختاري. هانتوما شفتوا كاين هاد غوز بيبي ولا كيف ما كتقولوا سومو ولا كل واحد اش كيسميه. هانتوما شوفوا البنات الجماليه ديال هاد السبادري، متغيره عليهم حتى في السميله متغيره. شفتوا الميزه اللي في هاد السبادري، كنحاول نوريكم البنات بلا ديطاي باش كلشي يشوف، باش ان شاء الله كلشي يقتنع. اوكي هذه كتبقى 180، وكاين هاد لون واغ هادي حتى هي كتبقى 180 درهم البنات. راه ماشي غير لي جون اللي كيلبسوا، راه حتى العيالات كيلبسوا بحال هاد الشيء. فالناس انا يعني انا تنبغي نقول للناس اللي تبغي تاخذ شي موديل تقول لك لا هادشي ديال لي جون، لا 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 اجي عندي ولبسي اللي بغيتي. علاش انت ما ماشي زعما ماشي حلال عليك؟ بالعكس كلشي غادي يلبس، اي واحد كيلبس. هادي 180 درهم، وكاينه هادي ها هي حتى هي 180 درهم. شفتوا لو غري وفيها حتى لون واغ ديالها كيبقى 180 درهم البنات. شفتوا وبالنسبه لهادي غادي نوريها لكم، هادي راه اخف 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 من الريشه البنات. ها انت يا اختي بحال ما لابسه حتى شي حاجه، انا عندي دابا حاليا لابساها بحال كنحس براسي لابسه تقشيره، والله القسم الا كنحس براسي لابسه تقشيره. كتبقى 180 درهم البنات. وكاين هاد البلوغوا فهاد السبادري كيبقى حتى هو 180 درهم. اوكي دابا كاينين هادو، هادو اللي كيقلبوا عليهم بزاف الناس، فهما كاينين في الالوان البنات، كاين الباج كاين نوار كاين بوردو كاين غري. هانتوما شفتوا هادو كيبقاو 130 درهم البنات، ومريحه بالنسبه للسيده اللي ما كتبغيش مثلا السيوره، فما بالك بهذا اللون الرشيق الانيق، شي حاجه توب 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 توب. اما بالنسبه للصبابط البنات فهما باقين لي بوينتور على حساب رجلك البنات. شفتوا الصبابط باقين البنات، راكم تقدروا تجيو تاخذوا الصباط اللي بغيتو، وكيبقى 100 درهم البنات، 100 درهم. هانتوما الا واحد الصباط غادي نوريه لكم، هذا راه فيه نوار وفي هاد لا كولور كيبقى 120 درهم، هذا هو اللي كيبقى 120 درهم البنات. شفتوا يلا البنات فرصه لا تعوض. كاينين هاد الصبابط هادو لي البوانتور ديالهم حتى هما كيبقاو هكا، هانتوما ميني طالون فحال هكا، ولكن البنات راه مريح، انا على ضمانتي بلي راه مريح، تياخذ لا فورم ديال رجلك كيدير 100 درهم. شفتوا كاين هاد الالوان هذا اللي كيبقى سامبل غوز بيبي، شي حاجه انيقه وشي حاجه تري تري كلاس. هانتوما شفتوا هادشي اللي كنوريكم راه ما بقاش فيه بزاف البنات، راه هادشي اللي كاين هو اللي كنوريه لكم، يعني هادشي راه حصري. فإلا جيتي ولقيتي النمره ديالك فراكي من المحظوظات يا حبيبتي، فراكي من المحظوظات. ودابا غادي ننتقل لواحد الحاجه اللي بغيت نوريها لكم. ها انتم البنات شوفوا هذه، هذه البنات راها مريحه، انا هزها بحال هزه وزن الريشه، هذه مريحه بزاف بزاف بالنسبه للميمات اللي كيبغيو مثلا، هذه السخره بزاف كنحتاجوها، كنبغيو شي حاجه مريحه للرجل، فمرحبا بك. ها هي بالالوان من بوانتور 37 حتى البوانتور 41 كدير 130 درهم البنات، مريحه بزاف. وراه فيها اللوينات، فيها هاد اللون هذا، فيها هاد اللوين هذا شفتو، وفيها هاد لو غري ها هو شفتو 41. ها هي البنات، ها هي البنات مريحه للسخره، مريحه للميمات، كتبقى 130 درهم يا حبيباتي يا متتبعاتي. دونك الحبيبات ديالي كانت هذه نهايه الحلقه ان شاء الله، وكنتمنى ان الحلقه اليوم تعجبكم، اللي هي خفيفه ظريفه على قلوبكم ان شاء الله. حبيباتي عفاكم بغيت نوضح شي امور،
اول حاجه انت غادي نرجع لك الفلوس، الفلوس ما كيرجعوش. خديتي شي حاجه من عندي فمرحبا بك، اقتنعي بها وخديها فمرحبا والف مرحبا. عندك الحق تبدلي في 3 ايام، عندك الحق تبدلي في 3 ايام. والحاجه الا تلبسات عافاكم ما تجيبوهاش لي وتقولوا لي بدلي ليا، فانا لست مسؤوله، ما مسؤوله على حتى شي حاجه من داكشي. اللي خدات شي حاجه تقيسها عندي وتقتنع بها وتاخذها مرحبا الف مرحبا، عندك الحق تبدلي في 3 ايام والفلوس ما كيرجعوش. البنات كنتمنى هاد الامور تكون واضحه، وكنتمنى هاد الفيديو اللي درت يكون خفيف ظريف على قلوبكم اكيد. وما تنساوش البنات بارطاجي جيم البنات، وابوني مع اختكم، وفعلوا الجرس باش اكيد يبقى يوصلكم الجديد وما ادراك ما الجديد مع ضحى غاني. فمرحبا بكم البنات، ومليون الف مرحبا، مرحبا بكاع السيدات اللي كيجيو عندي. فضحى كتبغيكم كاملين، وليكم هذا القليب هذا ها هو، واخا غير بايديا مهم قلبي راه معاكم ان شاء الله. ومرحبا بكم البنات، وان شاء الله راه جاي الجديد، انتظروا الجديد، انتظروا نجيب لكم شي حاجه جديده هذه المره. يعني راه مثلا واخا خدامه يعني في المحل، راه في نفس الوقت تنقلب على شي حاجه اللي غادي تاشيريكم وشي حاجه اللي غادي تعجبكم. ورجاء الجديد البنات انتظروا الجديد، خليت لكم الراحه، موحى عليكم.